النشاط الأسبوعي لمؤسسة الشهداء، أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف رشيد رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، وشهد اللقاء دعوة النائلي إلى ضرورة دعم المؤسسة من خلال زيادة التخصيصات المالية وزيادة موازنتها، كما وأشار إلى ضرورة تعديل فقرات القانون لشمول كافة شرائح ذوي الشهداء ودعم تنمية برامج المؤسسة الاستثمارية. من جانبه أبدى رئيس الجمهورية استعداده الكامل لدعم المؤسسة وتقديم العون لها. إلى ذلك التقى رئيس الوزراء السيد محمد السوداني برئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي. السوداني جدد خلال اللقاء تأكيده على أن تكون رعاية الشهداء وأداء حقوق عوائلهم القانونية على رأس أولويات الحكومة، مشددا على مضي الحكومة بتفعيل القوانين والتعليمات النافذة لتلبية كامل حقوق ذويهم. من جانبه دعا النائلي إلى ضرورة دعم المؤسسة بزيادة التخصيصات المالية. أقامت مؤسسة الشهداء حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد شهداء قبضة الهدى بحضور شخصيات رسمية وحكومية. رئيس المؤسسة السيد عبد الإله النائلي وخلال كلمة له قال: إن تضحية شهداء قبضة الهدى تستحق أن نأخذ منها الدروس والعبر في مواجهة الظلم والطغيان. من جهته شدد رئيس لجنة الشهداء النيابية أحمد الجبوري على ضرورة إنصاف شريحة الشهداء ودعمهم نيابيا. أجرى رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي زيارة رسمية إلى وزارة النقل، وكان باستقباله وزيرها رزاق محيبس. النائلي أكد بأن النقل تعتبر من الوزارات المهمة لتقديم الخدمات للمواطنين، مشددا على ضرورة الاهتمام بشريحة الشهداء ودعمهم لتوجيهات المؤسسة ودعم موازنتها. من جانبه أشار الوزير إلى تقديم كل الدعم والإسناد للمؤسسة وفق الحقوق الدستورية. رئيس المؤسسة أجرى أيضا زيارة إلى المقر الجديد لمؤسسة السجناء السياسيين، وكان باستقباله رئيسها حسين السلطاني. النائلي أثنى على عمل المؤسسة والخدمات المقدمة في رعاية شريحة السجناء السياسيين الذين قارعوا سياسة النظام البائد ولاقوا أبشع أنواع التعذيب والتغييب في السجون. من جانبه أشار السلطاني إلى ضرورة التعاون المشترك بين المؤسستين. ضمن فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة، قامت مؤسسة الشهداء قسم تمكين المرأة حفلا لتكريم أخوات الشهداء لما قدمنا من تضحيات. مدير دائرة الشهداء الحشد الشعبي طارق المندلاوي أوضح أن ظاهرة العنف ضد المرأة تعتبر ظاهرة عالمية تعاني منها كل المجتمعات. رئيس قسم تمكين المرأة شيماء أوضحت من جانبها أن القسم يسعى إلى تقليص الهشاشة التي تكتنف الوضع الاجتماعي للمرأة. استقبل مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية ضياء كريم كلا من عضو لجنة الخدمات النيابية سروة محمد وعضو لجنة الشهداء شروق، حيث تمت مناقشة ملف فتح المقابر الجماعية في محافظة السماوة والتي تخص ضحايا النظام البائد خلال عملية الأنفال. الوفد الزائر أعرب عن استعداده التام لتقديم كامل الدعم لفريق العمل المشترك. باشرت شعبة الأراضي والمنح المالية في مديرية الشهداء ذي قار بتوزيع بدل النقد الجزئي لمستحقيها من عوائل الشهداء. مسؤول الشعبة باسم الخفاجي بيّن أن المديرية باشرت بالصرف لأكثر من 68 مستفيداً وفقاً للحالات المرضية والاستثنائية من الدفعة الأولى لغير المستفيدين، مضيفاً أن الشعبة مستمرة بتوزيع المبالغ النقدية بعد استحصال الموافقات. برعاية رئيس مؤسسة الشهداء وبجهود مدير المديرية عباس الحجاج والشعب المعنية، قامت مديرية الشهداء شمال البصرة بتوزيع جزء من المنحة العقارية على ذوي الشهداء الذين أكملوا إجراءاتهم. المديرية أكدت أنها مقبلة على توزيع بقية المنحة على ذوي الشهداء حال إكمال إجراءاتهم. زار وفد مديرية الشهداء الكرخ متمثلا بالشعبة الاجتماعية والصحية مستشفى الرحمة الأهلي في منطقة الوزيرية، وكان في استقبال الوفد الدكتورة انتصار نداوي مديرة المستشفى.
واتفق الوفد مع إدارة المستشفى على تخفيض نسبة 25% من أجور العمليات، وكذلك إجراء 3 عمليات مجانية شهرية لذوي الشهداء وفاء وإكراما لهم. مشاهدينا، الأخبار انتهت، إلى اللقاء. We'll be right back.